رحب على التليفون بسيد سفير محمد العرابي معانا على التليفون. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير يا استاذ عزيز. اهلا بحضرتك، اهلا بك، اهلا بك سيد الوزير. بيك يا اهلا، طبعا متابع للقمه من الصباح منذ ان بدات. في البدايه عايزه اعرف من حضرتك سيد الوزير، توقفت امام ايه بعد مشاهدتك لكلمات كل القاده وكل المعنيين بالقضيه في هذه القمه؟ يعني أنا بشوف إنه مجرد إن حضرتك تجمعي كل هذه الدول الهامة في لقاء واحد في مكان واحد والجميع بيتحدثوا عن القضية الفلسطينية وحل الدولتين وإنه مفيش حاجة اسمها تهجير، كل دي أعتقد إن هي كانت بمثابة رسائل قوية جدا تضع القضية الفلسطينية أمام محددات ثابتة. تتكلم بشكل عام ولا من الجانب العربي؟ والله حضرتك حتى بالجانب الاجنبي، نعم، لان هو في النهايه كانوا بيتكلموا برضو عن حل الدولتين. صحيح ان كان في اصوات يعني مش متناغمه، أيوة، مع هذا، ايوه، وبتتكلم على حماس بطريقه مختلفه، أيوة، ولكن في النهايه الجميع كانوا بيصبوا الى حل نهائي للقضيه الفلسطينيه وان احنا نوقف يعني هذا نقول عليه دائره العنف الجهنميه اللي كل شويه تظهر في الافق، نعم، ويروح ضحاياها ابرياء. وبالتالي اعتقد انه في النهايه المهم ان احنا يعني حطينا ايدنا على الجذور وسيبنا بقى القشور، يعني أيوة. يعني هو ده امر مهم جدا جدا، واعتقد ان كلمه السيد الرئيس كانت يعني معنيه في هذا الامر. نعم، انه في النهايه ان احنا مفيش حاجه اسمها امن لاسرائيل بدون سلام. نعم، وتكلفة الحرب اللي هو ناوي يعملها والدخول البري اللي كان هيعمله هتكون باهظة، وتكلفة السلام أقل قليلا أو كثيرا، حتى أقل كثيرا من تكلفة الحرب اللي هو ناوي يشنها ضد قطاع غزة. كل الأصوات العاقلة دي أعتقد أن هي كانت لازم تجتمع وتتحدث بشكل واضح بحيث أن يكون الرسائل واضحة للمجتمع الدولي، ونحشد يعني قوة كبيرة لتقف وراء القضية الفلسطينية بشكل واضح وبشكل فيه قدر من التماسك. نعم، في أصوات كانت بعيدة شوية، مش هقول لك نشاز، ولكن بتعبر عن رأيها، والعلم حضرتك بتعبر يعني عن مصالحها وبتعبر عن وحرك الموقف ده كان مقروء من قبل ما ييجوا، يعني نعم نعم طبعا تصريحاتهم يعني من بلدهم كانت اي نعم. دبلوماسي او اي سياسي يعني بيرى الواقع كان عارف ان ايطاليا هتقول كذا وان المانيا هتقول كذا وان يعني كل الدول يمكن النرويج كانت احسنهم في التعامل مع الخطاب السياسي في هذا الشأن. نعم، ولكن الواقع بيقول ان احنا عملنا او تنفذنا الست نقاط اللي كانت مخرجات لمجلس الامن القومي بعد بدايه الاحداث مباشره. مجلس الامن القومي المصري؟ المصري، نعم طبعا. نعم نعم، ست نقاط حضرتك انت النهارده حققتي النقطه السادسه والاخيره اللي هي طلب عقد مؤتمر اقليمي ودولي لمناقشه افاق القضيه الفلسطينيه. نعم، ووضعها في مسار سياسي واضح بحيث ان احنا ندي امل للشعب الفلسطيني. طبعا كل ده يعني قصاده ايه؟ ضرب وقصف وقتل من الجانب الاخر. طبعا. وده برضو كان امر مقروء، مش نقدر نقول ان هو مفاجاه او يعني حاجه ما كانتش متوقعه. اسرائيل هتتمادى في مسلسل العدوان في الفتره هتتمادى. القادمه. طبعا. طيب، التمادي عفوا.